بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، هذه انطلاقة شوطنا الثامن، وهذه تحديات هذا المحلي، وهذه منافسات سباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان الشحانية في هذا اليوم 14 من شهر نوفمبر لعام 2013. شوطنا الثامن الخاص بالابكار الحقائق، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين. 25 شوط تشاهدونها في الفترة الصباحية، سوف تستمتعون بهذه المشاهدة، هذه المنافسة ما بين ملاك دول مجلس التعاون الخليجي في هذه المشاركة الأخوية في هذا الميدان الذي يضم نخبة من الهجن الكبيرة والعملاقة. نأخذ المركز الأول، وهنا الواصلة، أول الواصلات إلى المقدمة، وشعار السيد راشد بن سالم آل سعد في مقدمة الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني، وأخذ اللي وصلت للمركز الثاني ووصلتنا في هذه اللحظات من انتقلت بدورها إلى المركز الأول، وهي عالية عالية المستوى. تعود ملكيتها السيد صالح بن دلبج بالعرج المري في مقدمة الشوط، بينما اللي انتقلت في هذه اللحظات وهذه نيابة تعود ملكيتها للسيد صالح بن حمد بن هامله المري. يا سلام، شوفوا شعار عيسى بن مطر أو مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة في هذا الميدان ليسجل اسمه من ضمن أسماء الفائزين في هذا اليوم. يا سلام، مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي في مقدمة الشوط، وهي عالية في المركز الأول. يا سلام، المركز الثاني عالية أيضا، عالية قادمة للسيد صالح بن دلبج بن العرج المري في المركز الثاني. وفي المركز الثالث شوفوا الواصلة في هذه اللحظات والمنافسة على المركز الثالث، والقدوم الخطير من المتحدة لسعيد بن راشد بن علي آل بريسي المري. يا سلام، وصلت في المركز الرابع، ومن انتقلت بدورها ومن واصلت بهذا المنوال وانطلاقتها خطيرة في هذه اللحظات، نتعرف عليها بطاشة، تعود ملكية بطاشة. أو هنا رمق للسيد سالم بن راشد الضبيعة الاكتبي، ضيوفنا الأعزاء الكرام. وفي المركز الرابع وصلتنا حشيمة للسيد عبيد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، مشاهدينا الأعزاء. ولكن دعونا نعود مع عالية وهذا المستوى العالي. يا سلام، مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي، وهذا شعار الحذر. يا سلام يا سلام، ضيوفنا الأعزاء من دولة الإمارات العربية المتحدة، سالم بن راشد بالضبيعة الاكتبي، أهالي دبي هناك في دولة الإمارات أيضا مشاركة خطيرة. وهنا تقدم الشاهرية في مقدمة الشوط. المركز الثاني حشيمة عبيد بن سلطان بن رشيد مظفر العامري، قادم في الكيلو متر الأخير، قادم في هذا الانطلاق، قادم مع أفعال السعيد بن مظفر بن محمد العامري، قادم إلى العين إلى العين إلى العين هناك بدولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام يا سلام، المركز الثاني وقادمة غزالة مبارك بن عبد الله بن مسفر آل سفران المري على المركز الثاني، ولكن أفعال، هذه أفعال، انطلقت أفعال، ذهبت أفعال، نقطة رابعة صباحية. السلام عيناوي، السلام عيناوي، السلام عيناوي، العملاق العيناوي يثبت وجوده، وهذه الأفعال، وهذه الأفعال تفعل الفوز والانتصار في هذا اليوم. سعيد بن مظفر بن محمد العامري ينطلق إلى العين إلى العين هناك بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشاهدينا الأعزاء. وهذا شعار سعيد بن مظفر بن محمد العامري، سلام إلى العين، سلام سلام إلى العين، سلام سلام إلى العامري، سلام، نقطة الرابعة في هذا اليوم تسجل في رصيد هذا الشعار وتضاف إلى الإنجازات الكبيرة العملاقة مع العملاق العيناوي. المركز الثاني وصلتنا هنا غزالة لمبارك بن عبد الله بن مسفر آل سفران. في المركز الثالث سالم بن جبران المري، في المركز الرابع حمد بن راية المري، وفي المركز الخامس عبيد بن سلطان بن رشيد
نريد نكتب تهانينا والناموس لكل الفائزين، وتهانينا للمرة الرابعة على التوالي في هذا اليوم، في هذا الصباح، في هذا المحلي الخامس مع العملاق العناوي سعيد بن مظفر بن محمد العامري. لا يستغرب عليه الفوز، بل انتصر بأربع نقاط وذهب إلى الإمارات هناك إلى العين. الملخص أمامكم على شاشة الريان، وهذه انطلاقة أفعال من انطلقت بالكيلو متر الأخير ووادعت وذهبت بتوقيت ممتاز أيضا، 4:37، 44 جزء من الثانية. تهانينا لمالكها سعيد بن مظفر بن محمد العامري. المركز الثاني وصلت غزالة بالمركز الثاني للسيد مبارك بن عبد الله بن مصر بن سفران المري، توقيتها الزمني 4:42 بدون أي جزء من الثانية. تهانينا والناموس وصلت بالمركز الثالث. شعار سالم بن جبران المري، وكان توقيتها الزمني 4:43:46 جزء من الثانية.